الله اكبر. هذيك الضبابه هي مشات دابا ورجعت الامور يا ما جاريه ولله الحمد. المناظر الجميله، باقي لي واحد اقل من 59 كيلومتر لكيبيك. ايوا كيبيك ان شاء الله غادي نوقف تما باش نشحن البطاريه ديال السياره مره ثانيه. هاد الليله شحنتها في الاوتيل، في الاوتيل بالمجان. بعد الاوتيل عنده شي عنده واحد شي 10 ديال لي بورن، شي 10 ديال لي بورن باش يروشارجي السيارات الكهربائيه بالمجان للضيوف ديالو. وهذه هي القضيه. الحمد لله، الله اكبر، استغفر الله العظيم. منظر زوين هنايا، منظر ديال الغابات حتى كاين حتى البحيرات هنايا، شي بحيرات جميلة تبارك الله. الله اكبر، مناظر خلابة ديال الغابات هنا. الخطوط الكهربائية عالية التوتر. الخالقين، شوف هذا الكاميو، هذا كروسة تتمشى 120 كيلومتر في الساعة. يلا 120 كيلومتر كاميو وموراه كروسة، يا سلام. قال لك علاش حوادث السير. بالمناسبة إذا كان شي نهار شي حد باغي يشري شي من هاد الكاميوات الصغار، كيسميهم هنا كاميوات ولا في المغرب تيقولوا البيكاب. البيكاب اللي كيكونوا جرو تقل راه ما كيكونوش مزيانين. خص الانسان يعرف داك البيكاب اللي بغيتي تشري اش كان كيديروا به. حيت دابا في المغرب مثلا ربما غير تيهزوا فيه الناس السلعه وداكشي، اما هادو هنا تيجروا به الثقل من اللور، ومني كتجر به الثقل من اللور كيهلك، تيهلك المحرك ديالو، الموتور ديالو راه تيتهلك. الله اكبر، استغفر الله العظيم. ومنين تبغي تشري شي سيارة مستعملة خصك تفكر فيها، سول واش داك السيارة سبق لها غرقات في الماء ديال الشتاء. شي مرات كتكون طاحت في شي بحيرة ولا في شي واد ولا، ودخل عليها الماء للموتور. الموتور اللي تيدخل ليه الماء ديال الشتاء وتيغرق الموتور بالماء ديال الشتاء ولا الماء ديال الواد ولا الماء ديال البحر، تأكدوا من هذه القضية. داك الموتور راه ما مزيانش، وعلى هذا في القانون الأمريكي تيقولوها واحد القضية بأن تيفرض على الناس اللي عندهم شي فيكيو، اللي عندهم شي مركبة، إلا كانت غرقات في الشتاء ولا في الواد ولا في الماء ولا في أي حاجة، كيخصو يعلم بها داك اللي باغي يشري. إلا كانت غرقات السيارة ديالك مفروض عليك قانونيا أنك تعلم هذاك اللي تشري، تتقول لي راه هذا الموتور هذا راه غرق في الماء، والا سيعاقبك القانون على اخفاء ديك المعلومه. طال الزمان ولا قصار، داك السيد فاش غادي يعرف بان داك الموتور كان غارق في الماء وانت ما قلتيها ليش، غادي يرجع ضدك قانونيا وغادي يربحك. هذا خصنا ننتبهوا في هاد القضيه هادو ونحاولوا نفهموا، لان المحرك اللي كيكون غارق بالماء راه محرك فاسد. الله يلطف بينا. استغفر الله العظيم. هنا واحد مدينة صغيرة ولا فيلاج سميتو ستونهام. ستونهام هذا منطقة سياحية تيجيو بها الناس بزاف في العام كله في الحقيقة، ولكن خاصة فصل الثلج الناس كيجيو كيديروا التزحلق على الثلج في الجبل، تيديروا لو سكي البا او التزحلق على الثلج على الجليد، التزحلق على الجليد هذاك الباتيناج. السكي
الثلج ضروري اللي يمكن نبقى ديرها فالته ليا في هذه القضيه. هذه واحد المحطه اللي كيوزنوا فيها الكاميوات. هذه المحطات هادو تيستعملوا خاصه ملي كيبقى كيكون البلاد كتخرج من فصل الثلج كتكون حيت كتكون الارض جامده لتحت كتكون الارض جامده وكتبدا تسخن. الكاميوات اللي كيكونوا خصهم ينقصوا من الوزن ديالهم ولهذا تيوزنوا الكاميوات. الكاميو كيكون دايز في لوطوروت حتى كيشوف الضو تيشعل الكلينيوتون خدام تيقول له يدخل الميزان لان خصو ينقص من الوزن ديالو. علاش؟ لان فديك الوقيته هذيك الا ما نقصش من الوزن ديالو الارض الطريق كتفسد كتخسر لان الارض كتكون مجامده من تحت الارض كتكون الارض جامده وملي كتبدا كتسخن تما كيوقع لها مشكل وكتخسر الطريق كتشقق. هذا وجب عليهم ديك المرحله سكون نابيل لا بيريود دو ديجيل. شي مرات كنلقاو بعض اللافتات ولا لي بانير ولا لي بانو تيعلموا بان لا بيريود دو ديجيل من الى من ما من افريل الى نهايه ماي مثلا كيقولوا هذه المرحله هذه سي لا بيريود دو ديجيل الكاميوات خصهم ينقصوا من الشحنه ديالهم. انا واحد الهبطه ديال 6% زوينه هذه غادي نصورها ان شاء الله. الهبطه ديال 6% تكون فيها شي منطقه زوينه ان شاء الله. ها انتم كيبان لكم هذا البلفادير زوين وانا هذا البلفادير هذا الله اكبر. هنا الطبيعه غتكون زوينه. المنطقة هذي راه نقصوا فيها السرعة ل 90 كيلومتر ما خلاوهاش 100. دابا هنا راه السرعة ناقصة ل 90 كيلومتر والناس ما عندهم غراض غير زايدين غير زايدين فيه. ما شاء الله مناظر طبيعية خلابة والألوان ديال الشجر. الحقيقه ماشي طريق سيار لان هنا عندهم الحق كدير واحد دوميتور وتترجع اولا كتخرج من الجهه للجهه الاخرى وكتقطع الطريق. اذا هذه ماشي اوتورو ديال بصح. اوتورو ديال بصح مازال ما وصلنا ليهاش هي غتبدا واحد شويه من شويه غتبدا. هذه طريق رئيسيه ولكن عاليه السرعه انما هي السيارات والشاحنات عندهم الحق يقطعوا الطريق والضرب دير دوميتور وتجي. اما لوطوروت ديال بصح ما كديرش فيها دوميتور ممنوعه ممنوع الدوميتور. الدوميتور كيكون مسموح به فقط للسيارات اللي عندها مسموح ليها يعني الناس ديال لوطوريتي اما الشرطه ولا الطراك ولا سميتهم لي زامبيلونس يعني مركبات ديال المستعجلات ولا حاجه. اما المواطن العادي ما عندوش الحق باش يرجع باش يدير دوميتور. يا الله باقي 41 كيلومتر باقي لي 35 كيلومتر ونحبس في المحطة ديال الشحن محطة الشحن. مازال فيها الضباب ولا غير ربما ما غنفوتوش ما نعرف. كتبان لي على اليمين واحد المنطقة عامرة بالضباب تبارك الله بحال تقول الأرض كلها ولا يمكن هذاك تما شي بحيرة. هذيك يمكن كاينه تما شي بحيرة. شوفوا هذا الخط ديال عالي التيار هنايا التيار عالي كيطالع هنا في وسط الغابة.
كنقول غادي محترم الحدود ديال السرعه محترم هذه معنى الكلمه ديك متسال اولات عندنا 100 كيلومتر هنا غنخلي الفيديو كيتسجل باش نسجل لكم هذه المنطقه تتبان لي منطقه زوينه فيها مناظر خلابه تبارك الله زوينه الالوان ديال الشجر تا هما واحد الكاميون طالع في العقبه هنا ما شاء الله مناظر خلابة بكل صراحة الغابات هذا فصل الخريف الشجر تيتبدلوا الألوان ديالهم والوراقي تيطيحوا سبحان الله واحد القنطرة زوينة هنايا
20 كيلومتر باش نحبس. شوفوا الالوان ديال الشجر، كندا دريم. خليني نفوت، هذا عنده لا كارافان ديالو كندا دريم. Thank you.
حتى لعندو وحايد الكاميرا ديالو. شي واحد المنظر زويون هنايا في التسجيل هنايا ما شاء الله. الحمد لله. باقي لي 10 الكيلومتر ونحبس ان شاء الله. هاد المناظر زوينه بعدا صورتها لكم انتفعت بها الحمد لله زوينه هادي فرحني حالي انني نوريها لكم في اليوتيوب. مناظر جميله والوان زاهيه. كيبيك سيتي هاد المنطقة سميتها لاك بوبور. لاك بوبور sécurité. Il y a un message de publicité pour inciter les gens à se reposer. C'est écrit mort de fatigue, arrêtez avant. Mort de fatigue, arrêtez avant. Ah, le camion d'achat, le séjour d'achat, on va le mettre. بسم الله. ها واحد الطياره جايه مورايا على اربعه دروايط تخينا طاير ما صايقش اخبار. هي 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 هو فايز طاير. ها هو طاير هنا. مرا طايره. سلام بوليسي. لا باس كان البوليسي ما شافهاش. ما طولت لكم في الفيلم راه طلع في شي نص ساعه ولا هذا. هاي 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 سوف يكون زوينة. شديته معي الطريق كلها. ياي واحد هنا معيق بالصحة. هذا تيتمشى لواحد السرعة طايحة بزاف قاعد. هذا زاد فيه شيخ هاري مسكين كبير فلاش غادي مسكين كيحقق في الطريق الله يحسن عونه. في الحقيقه قانوني ما عندوش الحق يهبط من تحت 60 في كيلومتر في الساعه. ما عندوش الحق حيت انا دايرين اقل سرعه هي 60 واعلى سرعه هي 100 وهو باين هابط على 60 ماشي حتى على 60 هابط على 60 بزاف كاع ما تيشوفش مزيان الطريق. هذاك اكيد ما غيطولوش مع غادي يحيدوا ليه البيرمي اكيد رخصه السياقه حيت كيديروا لهم هنا ما عرف شحال على شحال تيديروا لهم واش 80 عام ولا تيديروا لهم امتحان تيشوفهم كيفاش كيسوقوا. كاين شي وحدين تيحيدوا ليهم رخصه السياقه. لا اله الا الله. مبقاليش بزاف ونخرج من المحطة. مبقاش بزاف بقى جوج كيلومتر ونص. بقى جوج كيلومتر ونص ونغادر هاد طريق السيارة هذا وناخد طريق السيارة ديال موريان في اتجاه موريان. مدينة كيبيك